عشان نشجعهم ان هم ينزلوا شغلهم ديكيشن تريننج اللي ديهم مهنة إن الدولة بتسعى لتنمية المجتمع من خلال مثلث بيمثل الدولة. احنا بنشهد افتتاحه في هذه المنطقة، وده ثمرة تعاون كل الأطراف مع بعض لصالح المجتمع. دول المناخ اللي يساعد على العمل والفكر والابتكار، ونشتغل إن شاء الله كلنا مع بعض. مجال المساهمة ما بين المجتمع المدني وما بين الأهالي والتطوير. احنا لازم نعمل قفزات حضرتك. أنا يركب لو سمحت على طول، اللي مش عايز ومش لازم يركب بس يوعى لو سمحت عشان احنا نجري ما نخبطش في بعض. كريم جدا على المجهود العظيم. باشا الصوره مع الجماهير بقى تمام. الباشا خلاص تمام. مفيش قدر.